يقع يعني تغيير الهيئه العليا للمستقل للانتخابات اللي فشلت فشل ذريع باعتبار انها يعني عجزت يعني على انها تكون محايده، وكانت يعني ازمه التسبيات، وسمعنا يعني الجرائم الانتخابيه اللي هي يعني لا تحصى ولا تعد، من سلسله الدفاتر مع احد المعتمديات، من التسبيات اللي تاخذوا فيها بالفلوس، من تدخل السلطه يعني من المعتمدين وخاصه في كيم طرف الجمهورية عبر الترهيب وهم والمجالس البلدية للضغط يعني على الناس باش تزكي شخص على شخص آخر، وهذا بالإضافة للشق اللي ظهر يعني مدعو من أحد أشخاص مقربين من رئيس الجمهورية ويقودوا واحد وزارة ووزارة يعني غير سيادية، فإنهم يعني عندهم قاس بالطبيعة بالتوافق ولتحذيرا ادخال البلاد يعني في الفوضى وفي عده افكار يعني يقولوا احنا باش ندخل في المجتمع اللي هو باش نقولوا بث الفكر الشيعي في تونس، وهذا يعني احنا لاحظناه من خلال النشاط الاخراني اللي قاموا به الاشخاص هذوما المسؤولين. الحالات اللي قدمتوها انتم طلب التاجيل، ولكن في حال انه عدم التاجيل ما الا ترشحات؟ الترشحات باعتبار من اخر اجله ثم ترشحات تقع تقديمها باعتبار اننا ممثلين في كيان تراب الجمهوريه، وثم يعني نحن طالبين التأجيل وباقي يعني على أمل أنه رئيس الجمهورية ينقي المناخ السياسي. الترشحات اللي كان يعني باش نقاو المناخ يعني غير يعني ملائم باش نسحبوهم ونعلو مقاطعتنا ونعلو يعني دخولنا مع الشعب التونسي في مقاطعات يعني حتى التصويت والحد. حكيتوا على مبادرة، تفاصيل المبادرة هذه؟ والله نحن عندنا مبادرة باش نعملوا عليها في الإبان، هي يعني فيها مشاورات سرية، ما نجمش أنا كنت قرأت الشعب التونسي مش يعرف الشقة.